صبي المعكرونة. هل سبق أن نظرتم عالياً إلى السماء في أثناء الليل؟ هل تطلعتم إلى النجوم الجميلة وهي تتلألأ؟ هناك الكثير الكثير منها، ومما هو غير معروف لدينا في هذا الفضاء الشاسع. ولكن ما هذا؟ أهو نيزك؟ أم صحن طائر؟ مرحباً بالجميع، أنا صبي المعكرونة، وقد ولدت في كوكب المعكرونة، وأنا ذاهب إلى الأرض بحثاً عن أصدقاء جدد أتعرف عليهم. وفيها الكثير من الحيوانات. مرحبا. ها؟ وأرى أيضا طفلا آدميا هناك. مرحبا يا حمار الوحش، ليس عندي أصدقاء، هل تصبح صديقي؟ لقد ذهب. كنت أريد أن أكون صديقا فقط. لقد بدأ يبكي، لا أستطيع تركه وحده، يجب أن أذهب له، يجب. مرحبا بالجميع. لقد ذهبوا، انتظروا، ذهبوا. يا إلهي، وجهي ليس قبيحا، لكن لا أحد يريد اللعب معي، ربما لأنني آدمي ولست حيوانا مثلهم. أتمنى لو أجد صديقا. هيا كل. لذيذة لذيذة لذيذة. طريقة نبلة لذيذة نبلة لذيذ. هذا رائع، لا داعي للقلق. أين ذهب؟ هل ذهب بعيدا يا ترى؟ يجب أن أبحث عنه، يجب. يا طيور، هل رأيت الصبي؟ كان يبكي بجوار النهر. اتبعني. شكرا. ما الذي حدث لك يا صديقي؟ توقف، أريد التحدث إليك. لم لم تهرب مني أنت أيضا؟ من أنا؟ ولماذا أفعل هذا؟ لأن الجميع يهربون مني. لماذا يا ترى؟ أنا وحيد وأبحث عن أصدقاء لكني لا أجد أحد. تعلم لماذا؟ لأنك تبكي كثيرا ولا أحد يصادقك. كف عن البكاء وكن فرحا ليصبح لك أصدقاء عديدون. صدقني يا أخي. حقا؟ أنا متأكد من ذلك، صدقني. هل تريد أن ترى بنفسك؟ انظر إلي، هل تعرف ماذا عندي؟ عجيب. انظر، هل أنت مندهش؟ أنا صبي المعكرونة. ما هذا كله؟ واحد، اثنان، ثلاثة. هوبا. ألعاب المعكرونية؟ سأعلمك كيف تصنع المعكرونة الصينية اللذيذة. صحيح، سيكون ذلك ممتعا. الله. راقبني فقط. هيا 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 هيا، هلم بنا، تعالوا تعالوا اقتربوا، انها معكرونة لذيذة. هيا تعالوا.
رائحتها طيبة. تعالوا جميعا سنصنع لكم طبقا لذيذا من المعكرونة. هيا. أرأيت؟ لم ينفع. لا تحزن يا صديقي لا تحزن، ابتسم لهم بحب. صديقي العزيز لن يبكي بعد الآن لو أصبحتم أصدقاء له، إنه يبتسم لكم. انظروا إليه، انظروا. هل تريدون أن تأكلوا معكرونة لذيذة؟ لو أردتم تعالوا وقفوا بالدور. هيا بسرعة تقدموا. أنا الأول. أنا الثاني. تعالوا وقفوا بالدور. من هنا. استعجل يا صديقي. هيا تقدموا، ها هي 10 أطباق من المكرونة. تقدموا. رائع. إنها لذيذة. لذيذة جدا. أنا سعيد جدا لأنكم تحبونها. سأصنع لكم المزيد حالا. رائع، الجميع مسرور هنا. أحضر المزيد. حسنا سأصنع لك طبقا خاصا حالا. تفضل، طبق كبير خاص لك. تفضل. رائع. شكرا، أنا أحبك. أنت رائع. أنا سعيد لأجلك. وأنا سعيد جدا، فقد أصبحت صديقا لك ولجميع الحيوانات. وأنا سأعطيك هذا تذكارا لصداقتنا. رائع. شكرا، إنها تشبه التي عندك. رائعة. جميلة. شكرا لكم جميعا. حسنا، علي أن أذهب. لماذا تذهب؟ ابق معي، انتظر. عندك الآن الكثير من الأصدقاء وسوف لن تشعر بالوحدة معهم. نعم، وسأصنع لهم دائما الكثير من المعكرونة اللذيذة. أجل. حظا سعيدا. شكرا لك. مع السلامة. ماذا أفعل لو أردت رؤيتك مرة ثانية؟ أخبرني. أنا موجود دائما في بخار المعكرونة الحارة يا صديقي. وداعا. حسنا، سأراك في كل مرة أكل فيها المعكرونة. أراك عما قريب. وداعا. إلى اللقاء. لقد جعل صبي المعكرونة قلوب الجميع دافئة بالمحبة وأصبحوا أكثر تعاوناً فيما بينهم. هذه المعكرونة اللذيذة تدفئ قلب كل شخص. يا صبي المعكرونة. صبي المعكرونة، أنا سعيد جداً لأني رأيتك ثانية. إلى اللقاء يا عزيزي، وشكراً لك. مع السلامة. أما الآدمي الوحيد فقد صار عنده أصدقاء كثيرون الآن. عندما تشعرون بالوحدة انظروا إلى بخار المعكرونة وتذكروا صبي المعكرونة الطيب، إنه يبتسم لكم باستمرار. السمك الراقص. هذه حكاية صياد شاب يعيش في إحدى المدن الساحلية. كيف حال الصيد اليوم؟ سمكتان فقط. كنا نصطاد أسماكا كثيرة عندما كنا في مثل عمرك يا فتى. نعم، وحتى الآن انظر، هناك سمك كثير حول تلك الجزيرة. لكنها جزيرة مخيفة، كل سفينة تقترب منها تغرق.
ومن يصل إليها ويقع بيد سكانها مصيره الهلاك حتما. لذلك قل عندنا صيد السمك يا فتى. وفي يوم من الأيام قرر الصياد الفتى بشجاعة أن يذهب إلى الجزيرة المخيفة، وكان في نيته صيد حمولة قارب من السمك. أنا ذاهب إلى الجزيرة المرعبة. إنها هادئة أكثر مما كنت أتوقع. هنا وانتظر الصياد طويلاً لكنه لم يصطد حتى سمكة واحدة. يقولون إن في هذه الجزيرة يوجد سمك كثير، لكن هذا خداع، فلم أصطد سمكة واحدة. وفي تلك اللحظة وبدأ السمك يتقافز، وبدت الأسماك كأنها ترقص على إيقاع الطبل. النجدة! يا إلهي! النجدة! من علي؟ وقد استعاد وعيه. لم يصب بشيء. أين أنا؟ خذ هذا، إنه شراب منبه. شكرا. تناول هذه وستكون على ما يرام. لقد ساعد سكان الجزيرة الصياد الفتى، وكانوا طيبين ولطيفين معه رغم أشكالهم الغريبة، وكانوا يشربون ويأكلون بعد العمل ويتسامرون ويمرحون مع بعضهم طوال المساء. كان السمك يقفز من البحر على صوت الطبل. سمك كثير يقفز هنا وهناك، والصياد يحدق في السمك الذي يقفز. لا 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 لا، إن هذا الطبل طبلي، ترقص الأسماك في البحر عليه. لا 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 لا. وسرعان ما انتهى الاحتفال، فذهب الجميع إلى منازلهم وأخلدوا للنوم. سمك كثير جلبه صوت الطبل، هذا غريب حقا. إنه طبل عجيب. ها 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 ها.
ارقصي ارقصي يا أسماك البحر الجميلة ارقصي. طبل رائع طبل رائع ارقصي ارقصي يا أسماك البحر الجميلة ارقصي 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 يا أسماك البحر الجميلة. لو أن لدينا طبلا كهذا لاستطعنا صيد السمك متى أردنا. كان الصياد يريد الطبل لأهل قريته، وفي تلك اللحظة لقد سرق ذلك الإنسان طبلي. عد الطبل إلينا أيها السارق. يا إلهي توقف يا إلهي. أن نسامحه أبداً. خائن، اضربوا الطبل لتهب عليه الرياح القوية. أي اضربوه. ضرب العازفون الطبل وكان صوته مختلفاً عن صوته في الاحتفال، وعصفت الريح وغضبت الأمواج. وسقط من السماء كثير من السمك على قرية الصياد في صباح اليوم التالي. سمك 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 إنه سمك سمك فعلا. أما الصياد فقد حملته الريح أيضا مع السمك إلى قريته، وها هو ذا معلق بشجرة الأناناس ولكنه يمسك بالطبل بقوة، وقد حقق لأهل قريته مورداً طيباً. وشرع الصياد الفتى في الخروج إلى البحر لاصطياد السمك مع الصيادين، وكانت الأسماك تقفز عندما يقرع الطبل. وذات مرة سأل الصياد صانع الطبول ليصنع له طبلاً يشبه طبله الكنز، واحتفظ بهذا الطبل الجديد لنفسه بينما أعاد الطبل العجيب مع أمواج البحر إلى سكان تلك الجزيرة. يا رب، أتمنى أن يصل الطبل إلى تلك الجزيرة وليسامحني أهلها. وداعاً.